مرحبا جميعا، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد ميلادي 1/1/2022. في الفيديو الماضي قيمنا أهداف ل 2021، كنت very satisfied ومبسوط من حالي بالإنجازات اللي أنا عملتها في 2021. اليوم بدي أحكي لكم أهدافنا ل 2022 عشان ب 31/12/2022 نشوف قد ولا مش قدها. جاسر مصطفى وبعرف ايش نومور اعتبروها. خلينا نبلش. الهدف الأول، زي ما انتم عارفين بدرس Engineering Management في جامعة قطر، قززت سماكم فيها. المهم الهدف متعلق بهذا الموضوع، اني ان شاء الله انجز جميع المتطلبات المتبقية لدي في My Master's Degree علشان اتخرج بنجاح وامتياز. ضايع علي مادتين والثيسز الرسالة. دعواتكم. هدف رقم 2، في نهاية الفيديو الماضي حكيت لكم عن موقعي الخاص www.rkgsub.com. بدي أكمل بناؤه في 2022، دعواتكم، ونعمل فيه مساحة خاصة للدورات وتطوير الذات والعمل بطريقة أفضل. أول دورة بلشنا فيها BIM Management Professional للإنجينيرز والإندستري جوروز المعلمين في الـ AEC Industry Architecture Engineering Construction في المشاريع الإنشائية. الهدف رقم 3، إنجاح الدورة اللي حكيت لكم عنها قبل شوي BIM Management Professional، واللي بعتبرها literally من أهم الدورات وأحسنها، وإن شاء الله أنها تكون أنجحها اللي أنا عملتها، واللي I think أنها موجودة أصلاً online أو مش online، إلها علاقة بمجال الـ Building Information موديلينج في الـ AEC Construction. عم بحكي عن المانجمنت في هذا المجال. إن شاء الله الهدف هو إنجاح هذه الدورة وتنزيلها ريكوردد أونلاين على أكثر من بلاتفورم ونشرها في جميع دول العالم لحتى تفيد أكبر عدد ممكن من المهندسين اللي انترستد في هذا المجال. فبرضو دعواتكم. حبيت الأهداف النبيلة. والهدف الرابع متعلق برضو بنفس الدورة، لكن فصلتهم لأنه هذه أهداف ومايلستونز لازم نقدر أنه نحن نحققها، وهي وصول على اعتماد عالمي لدورتي اللي أنا شايف حالي فيها بصراحة، اللي كثير بحبها، اللي هي BIM Management أو BIM Management Professional اللي أنا already بعلن عنها أونلاين. أجيب لها اعتماد عالمي مثلا اعتماد Autodesk which is مش بعيد إن شاء الله، وعم بشتغل على الموضوع، أو اعتماد آخر. وفعليا الحمد لله حصلت على الاعتماد من نقابة المهندسين الأردنيين. نعم، لكن الدورة إن شاء الله عم بنلاقي لها أو بنشتغل مع بعض أنا ومركز تدريب في نقابة المهندسين الأردنيين لحتى نقدر إن احنا ننزلها بالصياغة الأنسب لأكبر شريحة ممكنة من المهندسين. وبالمناسبة بحب أحكي لكم أنه تمت إضافتي على قاعدة بيانات المدربين المعتمدين في مركز تدريب في نقابة المهندسين الأردنيين كمدرب معتمد للريفت والماكس والبيم مانجمنت بروفيشنال. فدعواتكم نلاقي أحسن صياغة للموضوع. الهدف السادس، هتستغربوا كثير أني نزلت العدد في هذا الهدف عن السنة الماضية، إضافة شهادتين زيادة لملف شهاداتي و جدار الشرف بتاعي. ليه شهادتين بدل مكانه 8 السنة الماضية؟ بصراحة لأنه I doubt إن هاي السنة راح أفضل كتير لموضوع الشهادات. والهدف رقم 7، برضو نزلنا العدد عن الهدف تبع السنة الماضية، إنه على الأقل بإذن الله نوصل على اليوتيوب من 15,000 إلى 20,000 مشترك خلال العام 2022. طبعا العدد التراكمي، مش بس هاي السنة بجيب لكم 15-20 ألف، كل العدد الكامل في نهاية 2022 يكون أكثر من 15 ألف مشترك ولغاية 20 ألف. طبعا الله أكرمنا وبهمتكم وصلنا ل50 ألف، أنا مش زعلان، ل100 ألف أنا مش زعلان، لكن المينيمم بتاعي هو 15 ألف رجل ماتوا من أجل صندوق.
الهدف رقم 8 لعام 2022 اللي ان شاء الله اقدر الاقي له وقت، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقدر الاقي له وقت، هو اسس مشروعي الخاص البعيد عن المجال الهندسي كل البعد، واللي يكون بروفيتابل، هدفه الاساسي الربح المادي، مادي بحت، مادي على الاخر، ماشي. والهدف رقم 9 هو الهدف الاسمى في هذا الفيديو، بما اني خطبت الفتاة التي احببتها الفنانة عند الاسير، فالهدف الاسمى هو اتمام هيدا الزواج الميمون ان شاء الله باذن الله. ما حددت تاريخ معين 100%، لكن ان شاء الله قبل 2022، ما زبطت قبل 2022، في بداية 2023 بصراحة حابب يكون في تاريخ مميز. المهم الهدف ان شاء الله باذن الله، الله يكرمنا ونتم هيدا الزواج الميمون، دعواتكم. وباركولي في الكومنتس باي ذا واي بلا زناخ. وهيك لهون كون وصلنا لنهاية اهدافنا في 2022، وان شاء الله في اخر يوم في 2022 نعمل الفيديو تبع تقييم هذه الاهداف وما تم انجازه. طبعا الهدف اللي ما راح استرجي انه ما يتم انجازه، او اتليست نكون حجزنا عشان نتم انجازه، هو الزواج. سلام.